صحتكم صحتنا كاملين. صحتي راس مالي. النقرس مشكل صحي عنده تأثير على صحة الإنسان، معاه كيحتاط المريض مجموعة دي الأشياء، كياخد مسرة أو حياة يعني أو طريق في حياته الصحية. أكيد معنا الدكتور عبد الكريم الحسن، أخصائي أمراض الروماتيزم والترويض الطبي بالرباط، لتقربنا من هذه الحالة الصحية وهذه المشكلة الصحية. صباح الخير دكتور عبد الكريم الحساني. كان الموضوع ديالنا هو على الليبيس الذئبة الحمراء اليوم. الجمعة إن شاء الله ليبيس هذا هو لأنه هو اللي شوية حسن نهضر اليوم على الليبيس. طيب 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 دكتور تفضل. الذئبة الحمراء. الذئبة الحمراء. نعم. هذا واحد المرض اللي كي زعما يعتبر من أهم أنواع أمراض الروماتيزم والمناعة. نعم. وكيدخل في إطار الأمراض المناعة الذاتية. في الأول شنو هي الجهاز المناعة؟ جهاز المناعة هو واحد الجهاز اللي كيحمي الجسم اللي كيتعرض لهجومات أجسام غريبة بحال تسممات ميكروبات أو فيروسات. لكن بعض المرات شنو كيوقع أن الأسباب غير معروفة حتى الآن، كيوقع واحد الخلل في هذا الجهاز كينقلب على الإنسان كينتفض. نعم. كيتم إنتاج واحد المضادات نووية اللي تدمر مختلف الأنسجة والأعضاء ديال الجسم. وهذا الشيء اللي كيشرح لنا أن المرض الأعراض ديالو كثيرة وعديدة ومتنوعة. نعم. والأسباب ديالو دكتور؟ الأسباب لحد الآن غير معروفة، ولكن الاحتمال الكبير هو أن مجموعة ديال العوامل كتساهم في ظهور هذا المرض، منها الهرمونات لأن كيقيس المرض في سن الإنجاب ما بين 20 حتى 40 سنة، وكيشتد كيزيد الشدة ديالو في الحمل. نعم. كاين عوامل وراثية لأن كنلاحظوا بأن كاين هناك 10% ديال الحالات العائلية. وكاين بعض المرات عوامل البيئة كتناول بعض الأدوية لي زونتيبيوتيك خاصة ديال داك مرض السل أو الذي القلب كيتسمى لي بيطابلوكون كيعطي واحد الأعراض كتشبه لهاد أعراض الذئبة الحمراء. نعم. وهذه كتختفي ديك الأعراض إلا وقفنا داك التناول هاد الأدوية، وتا التيبغ كيساهم في ظهور هاد المرض وتعرض للأشعة الشمس. نعم. وشنو الأعراض ديالو ولا باش كيحس المريض أو المريضة بهاد الذئبة الحمراء؟ شنو الأعراض اللي كتبان ولا باش كيحس؟ الأعراض ديالو كما قلنا في الأول هو كيتسمى الأمراض الجهازية اللي كتقل جميع الأعضاء، تقدر تقل جميع الأعضاء ديال الجسم. نعم. ولكن اللي كتأثر بزاف كاين عندنا الإصابة ديال الجلد وديال المفاصل، هما اللي كيستأثروا بهذا الأعراض. الحيز الكبير هما هذا الجلد والمفاصل. في البداية المفاصل كيكون واحد الالتهاب كيشبه لذاك المرض اللي معروف بوليارتريت روماتويد، روماتويد المفاصل، كيقيس الأكتريا اليد والرسغ البوانيي وليشوفي الكاحلين. فكيوقع واحد الالتهاب كيتنفخوا هاد ماشي ديما، ولكن الأكتريا كيتنفخوا كيولوا حمر كيفيقوا في الليل منتصف الليل، وكيصبح كيكونوا يابسين كيقدروا يتحلوا، كيكون عنده صعوبة باش يتحلوا. ولكن لحسن الحظ هذا المرض ما كيسببش ما كياكلش العظام، ما كيكونش واحد التاكل وتدمير داك العظام، هذا الشيء كيخليهم ما كيعواجوش. هذا هو بالنسبة لإصابة المفاصل. إصابة ديال الجلد اللي هي كتكون تقريبا في 80%، والوجود ديالها هو اللي كيشير لهذا المرض، هو اللي كيوحي بهذا المرض. نعم. ومنه من هذا الإصابة ديال الجلد هي باش تعطى التسمية ديال الليبيس. نعم. أو الذئبة الحمراء. نعم. هنا كيدخل اختصاص، هنا كيدخل اختصاص ديال أخصائي الجلد، حيت هذا الأمراض هذا المرض كيدخل في اختصاصات عديدة. حنا غنشوفوا الأعراض الأخرى. فكيتسمى هاد الذئبة الحمراء لأن في هذا الشيء في القرون الوسطى عطات هذا التشبيه بالذئبة الحمراء، لأن كيوقع المرض كيوقع الحميرة في الوجه، كيقيس الوجه الوجنتين وكيقيس النيف، وكيكون في شكل واحد القناع. فعلا سموه الذئبة لأن اللي بيسب اللاتيني هو الذئب، لأن كيشبه ذاك الأعراض ديال ملي كيهجم ملي كيفترس الذئب الإنسان كيخلي واحد الآثار ديالو على الجلد كتشبه هاد القناع اللي ذكرت دابا. ولكن ما كيقيش غير الوجه، كيقدر يقيس الأماكن كثيرة
إما الصداط رأس العنق كياخذ أشكال مختلفة يكون لما بحال شكل أقراص أو بقع وكتقدر تكون الإصابة غير في الجلد فقط ما كتبقيش ذاك الانفصال ولا الأجهزة الأخرى وكتكون عندهم هاد الناس حساسية للشمس لما كيتعرضوا للشمس كتكثر هاد الأعراض الإصابة هاد الإحمرار الأعراض الأخرى كما قلت هو كيقيس الأجهزة بسبب كيكون سقوط الشعر كيكون بعض المرات كتوقع لهم كتسمى سندروم دو غيلو واحد كيتبدل اللون ديال اليد كيش اما كيصفاروا او كيزراقوا كيعطي واحد الجفاف في العين الانسان كيبدا يحس بعينيه ناشفين بحال دخل فيهم التراب او الرمله كيكون عنده كيقدر يقيش الكليتين بعض المرات اللي لما تعرش المرض ما تشخص كيدي الدياليز تصفيه الكليتين وكيقدر يعقيس القلب والشرايين والجهاز العصبي إما أعراض بحال بالصداع حركة الراس أو الصرع أو أعراض نفسية الاكتئاب وأعراض أخرى كما كنشوفوا العرض كلها يمكن تدخل في نطاق هذا المرض نعم واخده من اختصاصات كثيرة دكتور نعم لكن الأهم هي الجلدية والمفاصل وهذه الاخرى ديال هذه كتكون مضاعفات كثيره لما تعالج وما تكتشف كيتطور نعم وهو كيتطور ليفوليسيون التطور ديالو كيجي اما واحد الفتره كيتشدد فيها هذاك الشيء وكيختفي كيهمد هذه كيبقى فترات شده وفترات ديال السكون وديال الركود نعم هنا التشخيص ديالكم هنا فين كيجي يا دكتور عبد الكريم الحسني كيفاش كتشخصوا المرض واش من خلال الجلد والاعراض ديالو ام المفاصل والاعراض ديالو كيكون بالاعراض ديالو هادو اللي قلنا الاكثريه ديال الجلد وديال المفاصل وكاين التحاليل الحمد لله كتعاوننا هي واحد التحليله اللي مهمه هي ديال ديك المضادات النوويه لي زوتو اونتيكور هي كاين واحد الانواع ديالهم هي اللي كتعطينا هاد هي اللي كتاكد لكم ديما الحقيقه وجود هذا المرض نعم ومن بعد كيبقى ديك الفحوصات الاخرى كتدخل غير في اطار باش نشوفوا واش الاعضاء الاخرى مصابه الكلاوي الجهاز العصبي او الشرايين هذيك تحليلات اخرى نعم كيفاش كيجي العلاج واش كيجي يعني هو علاج واحد يعني لكل شخص سواء اقدم فيه المرض ولا جديد ام هو علاج عبر مراحل العلاج كيختلف على حسب الاشخاص لان كل شخص كيفاش كيتقاس هذا اللي عنده الجلد هذا اللي عنده الروماتيزم هذا عنده كل شيء هذا عنده مضاعفات على حسب فوقاش بدا كيف فوقاش اكتشف اي واش تطور بزاف او لا في البدايه ديالو ولكن اللي خصنا نعرفوا ان هذا المرض ما كي لا يشفى ما كيبراش ياك مزمن الحمد لله كيمكن نسيطروا على كيتخفف وهذا رغم هاد الاعراض والاثار الجانبيه اللي نشوفوا ديال الادويه ديالو المرض ديالو الى داوى واكتشف داك الشيء بصفه مبكره يقدروا يعيشوا عيشه حياه زعما عاديه طبيعيه هذه الا بقى الا ما وقعتش المضاعفه فالخطه ديال العلاج اولا كنحدوا من داك الهجمات داك الالتهابات بادويه مسكنات وكاين واحد الدواء اللي مهم هو كيتسمى لي زونتي بالي ديال دو سينتيز هما مضادات الملاريا كانوا كيتعطاو في الملاريا ولكن نلقاوهم ناجعين لهاد الدواء الحمراء كيتسمى لي زونتي بالي ديال دو سينتيز لا نيفاكين ولا بلاكينين كتجي من فرنسا هذا في الحالات ديال الجلد وديال المفاصل وهذه هاد المضادات الملاريا كتحمينا من ديك المضاعفات وكتحمينا باش يمثل ديك الاجهزه الاخرى لما كتقاس الاجهزه الاخرى خصوصا الجهاز الكليتين والجهاز العصبي او الشرايين كيمكننا نمشيو للادويه كتسمى معدلات المناعه او كابسات المناعه لي زيمينو موديلاتريس وهما ادويه كثيره وكاين الوقايه نعم فالوقاية بحال دابا الناس اللي عندهم هاد المرض ما خصهمش يتعرضوا لأشعة الشمس بكثرة خاصة في ديك الساعات ديال الذروة ما بين 11 و 3
كيخصهم يديروا القناع داك لي زيكرون باش يحميهم وكيخصهم يبدلوهم كل ساعتين ما خصهمش يلبسوا الحوايج البيضاء لان كتتساقش الثياب البيضاء ولا اللي كتكون مبللة علاش الثياب البيضاء مثلا حيت البيضاء كتأبسوب حيت الا لاحظنا الناس اللي عايشين بحال دابا في الخليج كيلبسوا الكحل بزاف لان عندهم الاشعه كثيره فكتعكس ديك الاشعه والفازقه ولا ديك اللي كيكون عندها الخيط ديالها واسع كتكونش هذيك حتى هي كتخلي الاشعه تدخل وكيخصهم الاكثريه خص المريض يكون عنده واحد المتابعه منتظمه مع الطبيب ديالو كل 6 شهور او كل سنه باش كيدير الفحوصات باش كيكون واحد التتبع نعم. شكرا لك دكتور عبد الكريم الحسني اختصاصي في امراض الروماتيزم والطب الرياضي بالرباط غدا لنا لقاء